أنا محمد قاسم هاشم غوث أبو علي من مهجرين حلب. صار عندي إصابة ب 2016 أثناء فك الحصار عن حلب على محور الراموسة بصاروخ من الطيران، صاروخ حربي، أدت لهي الإصابة اللي بجري، وعندي إصابة هون بالصدر وباليد وبالخاصرة. طبعا أنا اليوم أب مزوج وعندي طفل أطفال، وحدة منهم الأيتيمة هاي بتمنية، وعاطلين عن العمل ما في شيء نهائيا. طبعا انا اليوم كوني ما بقدر اشتغل ولا بقدر تطوعا، طوعت وسكنت حولنا على دير اسوان، سكنت دير اسوان، صرت مثل مندوب للمهجرين للنازحين، مندوب لهم وبدون لا راتب ولا شيء، هيك لوجه الله تعالى بشتغل عندهم. انا اليوم وناشد الجهات المختصة أو منظمات خيرية إنسانية إنه تنظر بوضعي وتلاقي لي حل لهالموضوع هذا. أما إذا كان بده بتر حدا يساعدنا، أو إذا في مجال للعمل الجراحي ترجع الأمور تزبط، فهذا اعتمادي على رب العالمين وعلى أهل الخير. أنا صار لي 4 سنين هلا عم بناشد، ما حدا، ما شفت من حدا نهائيا شيء نهائيا نهائيا. فهلا أنا بيرك لا شغل ولا عملة ولا أبدا. يعني اللي عايش اللي بعيشه عن جيران، هذا ببعث ربط خبز، هذا ببعث سطل لبن، هذا ببعث هيك هيك عايشين. بتمنى من الجهات المختصه او المنظمات الخيريه او حدا هيك يساعدنا شوي، يزبطنا بكي بقدر الحال يساعدني، يزبط لي اجري، يلاقي لنا شغله عمله هم يعني